وبعدين بقى في عبده اللي على طول نايم ده. اصحى يا عبده، اصحى يا عبده. يعني انا معرفش انام منك ابدا؟ كل ده وما بتعرفش تنام مني؟ اما لو بتعرف تنام كنت عملت ايه؟ انا هقول عليك لأستاذ فصيح انك انت بتنام اليوم كله. وبقى ما تصدعنيش معاك. الو يا أستاذ فصيح، انا عايز اشتكي لك من عبده. عبده اليوم كله نايم. اكيد طبعا يا أستاذ فصيح النوم مهم للانسان، بس مش بالمنظر ده. قال لي قول يا أستاذ فصيح بعد اذنك، هو ليه الانسان بينام؟ السلام عليكم، معكم أستاذ فصيح. عمرك سألت ماما او بابا ليه بننام؟ لو حابب تعرف ليه بننام اتفرج على حلقة النهاردة. بس قبل ما تتفرج على حلقة النهاردة انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل جرس الاشعارات واطلب مساعدة بابا وماما في اي حاجة ما تفهمهاش في حلقتنا. احنا بننام لان في جسمنا ساعة دقيقة جدا اسمها الساعة البيولوجية، مسؤولة عن تنظيم نومنا بشكل دوري يوميا. الضوء هو المتحكم الرئيسي في تنظيم الساعة البيولوجية. خلال النهار في وجود الضوء مخنا بيفرز هرمون اللي بيحفز نشاطنا واستيقاظنا، ولما الليل بيجي والدنيا تبقى ظلمة المخ بيتحفز لإفراز هرمون اسمه هرمون الميلاتونين اللي بيخلينا نحس بالنعاس والحاجة للنوم. لما بننام بندخل في 4 مراحل من النوم. أعلى مرحلة من مراحل النوم اسمها مرحلة حركة العين السريعة، ودي مرحلة النوم العميق. اتسمت بالاسم ده لأن العين بتتحرك في كل الاتجاهات بسرعة وإحنا نايمين، ومعظم أحلامنا بتكون في المرحلة دي من النوم. ممكن نتخيل أن لما بننام وظائف جسمنا بتتوقف، لكن الحقيقة غير كده تماما، وجسمنا خلال النوم بتطرق عليه تغيرات كتير. النوم مرحلة مهمة جدا، فيه بيتم تنظيم الجسم وتهيئته وإعادة ضبطه. على سبيل المثال النمو وتحسين الجهاز المناعي، تنظيم الذاكرة، وتخزين وترتيب الذكريات والمعلومات اللي اكتسبناها خلال يومنا، وتكوين الذاكرة طويلة المدى، وكمان التخلص من كل الذكريات الغير مهمة. كمان لما بننام استهلاكنا للطاقة بينخفض، وده بيعيد للجسم الطاقة والحيوية علشان نقدر نصحى الصبح بدري نروح مدرستنا ونقوم بأنشطتنا المختلفة. تعرف ان الانسان بينام حوالي تلت فترة حياته، يعني جده اللي عنده 75 سنة نام حوالي 25 سنة باعتبار ان جده نام 8 ساعات يوميا. كمان الكائنات المختلفة بتحتاج ساعات مختلفة من النوم. الزرافة مثلا بتحتاج ساعتين بس، في حين الوطواط مثلا بيحتاج 20 ساعة نوم في اليوم. اسئلة حلقتنا النهاردة: ما هو اسم الهرمون المسؤول عن احساسنا بالنعاس ليلا؟ وكم متوسط عدد ساعات نوم الإنسان في اليوم؟ اكتب إجابتك في تعليق وشارك مع أصدقائك. باي باي، وأشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.